عن السياحة نتحدث عن مدائن صالح، وهي يعني وجهة سياحية مرغوبة لدى الكثير، ما هو سبب التسمية في البداية؟ مدائن صالح تقع قريبا من محافظة العلا، شمال غرب المملكة العربية السعودية، شمال غرب جزيرة العرب، ولها ذكر في التاريخ القديم، فهي تربط ما بين مصر والشام وجزيرة العرب، وما بين بلاد الرافدين العراق، وما بين جزيرة العرب كذلك، فهي في الطريق في واد عرف تاريخيا بوادي القرى. يقول جميل بثينة: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد. وهذه فتحت في زمن النبوة في العام السابع من الهجرة، بعد أن فتح الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم خيبر. وأما علاقتها بالقديم فإنها في الأصل كانت ديار ثمود، وثمود قبيلة عربية ذكرها الله عز وجل في القرآن في مواضع كثيرة، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالح، قال: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. وهؤلاء القوم الذين نشأوا فيها، الذي يظهر أن هذه المدائن الآن سميت نسبة إلى نبي الله صالح. يوجد رأي قاله بعض من له عناية بالأقاليم والتاريخ أنها ليست نسبة إلى نبي الله صالح، وإنما نسبة لرجل من ولد العباس رضي الله عنه اسمه صالح، لكن هذا القول في ظني مرجوح، ولا يوجد شيء يعضده ولا يؤيده. وإنما لم يرد في القرآن أن اسمها مدائن صالح، نعم، وإنما جاء في القرآن تسميتها بالحجر: كذب أصحاب الحجر المرسلين. وهذا ثابت، سورة في القرآن تسمى سورة الحجر تتكلم عنهم، والله عز وجل أخبر عن قوتهم، وأخبر أنهم، قال جل وعلا: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وقال جل وعلا في الشعراء: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وقال جل وعلا في سورة الفجر: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. فهذه كلها تبين أن تلك المدائن إنما نسبت إلى نبي الله صالح على وجه الحقيقة، لكنها نسبت في زمن متأخر. وأما في لغة القرآن أو في أسلوب القرآن، إما أن يقال الحجر أو أن يقال ديار ثمود، لأن الله عز وجل أضافها إليهم، قال جل وعلا: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فكلها أضافت الديار إلى قوم ثمود، فيصح أن يقال ديار ثمود، ويصح أن يقال أنها ديار الحجر، لكن تسميتها بمدائن صالح فيما يظهر جاءت متأخرة. لكننا نقول إن من أطلق عليها لقب مدائن صالح إنما أراد صالحا النبي، ولم يرد أحدا من بني العباس كما تزعم بعض الروايات، لأن هذا يعني لا دليل عليه، وهذا الرجل محال أن يكون قد اشترى تلك القبور والأماكن والدور كلها، بعيد جدا، غير منطقي هذا، غير منطقي. هم يحتجون بقول الله عز وجل: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فيقولون إن الله عز وجل سواها، لكن هذا ليس المقصود القرآني قطعا، ليس هذا مقصود القرآن قطعا، لأن الآيات الأخرى ذكرتهما: وإنهما لبإمام مبين. والله عز وجل ذكر: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، أي أن تلك البيوت ما زالت قائمة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح وغيره مر عليها. فهذا يدل على أن لفظ التسوية بمفهومه غير صحيح، وإنما الذي سويت هي الأجساد، وليست المدائن ولا القرى ولا القبور ولا الأماكن التي كانوا يستوطنها قوم ثمود، والعلم عند الله. هل هناك خلاف فقهي حول مشروعية زيارة مدائن صالح؟ هذا الناس تكلموا في هذا قديما، لكن يعني لا يوجد عند صالح عواد فصل خطاب، يعني هذه قضية أساسية حتى يعني لا يفهم الناس قولنا خطأ، لكن ممكن نستعرض هذه الآراء. نعم، إذا استعرضنا الأقوال وأدلتها يصل الإنسان بعقليته بقلبه إلى الحقيقة، ولا يلزم أن يكون هذا حقا، يعني لن نرجح الآن، لكن أنا أريد أن أبين لماذا اختلف الكبراء من العلماء في هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام مر على الحجر، هذا ثابت، في السنة التاسعة في غزوة تبوك، ولما مر عليها سبقه بعض الصحابة إلى تلك الديار، تلك المواطن، فدخلوها، فلما علم نودي أن الصلاة جامعة، فخطب الناس وقال أن هذه الأماكن إذا دخلتموها أدخلوها باكين، إلا أن تكونوا باكين. وجاء في رواية عند ابن إسحاق أنه نهاهم عن عجينها ومائها وأهرقت تلك. هذا الحديث الأول رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في ثلاثة مواضع،
وهذا مهم جدا في فهم المسألة. رواه في كتاب الصلاة، ورواه في كتاب الغزوات، ورواه في كتاب الأنبياء عند قول الله عز وجل، عند شرحه لقول الله عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالحا. الإمام الحافظ ابن حجر المعروف الذي يعني يشهد الجميع بجلالته وعلمه رحمه الله، أفضل من تصدى لشرح صحيح البخاري. شرح صحيح البخاري ما تم ليلة خميس وجمعة، تم في سنين. فالإمام البخاري، فالإمام ابن حجر عندما جاء للشرح عند كتاب الغزوات لم يكن الإمام البخاري قد ذكر كل ما يتعلق بالخبر كاملا، وإنما ذكره في كتاب الأنبياء، في كتاب الأنبياء، ولم يكن قد وصل إليه الحافظ ابن حجر. ففهم الحافظ ابن حجر أول الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينزل بالحجر، وإنما مر مرورا، مر مرورا. كلمة مر في لغة العرب كلمة واسعة. فمثلا أنا الآن مثلا قد آتي الرياض وآتيك في منزلك وأشرب القهوة عندك، وقد تضيفني وأنت أهل لذلك، وأخرج من عندك ثم أقول مثلا مثلا الأستاذ حسن زميلنا، أقول له مثلا مررت على الأستاذ سلطان. هذه مررت على الأستاذ سلطان تحتمل أنني مررت مرور مصافحة، وتحتمل مرور أنني تغديت عندك، وتحتمل أنني بت حتى في منزلك ثم اليوم الثاني مضيت. فالحديث فهمه بعض الشراح على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بوادي القرى ومر بحجر بوادي بديار ثمود مر مقنعا ولم يمكث ولم ينزل. لكن تبين للحافظ ابن حجر بعد سنين، لأنه على مهله يعني يشرح الحديث، عندما وصل إلى كتاب الأنبياء تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها بالنص، يعني ابن عمر قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم بها. فالنزول لا يعارض المرور. نعم. فهو رحمة الله تعالى الحافظ ابن حجر ما سهى عنه في الأول وغفل عنه تراجع عنه في آخر الكتاب، تراجع عنه وهو يشرح آخر الكتاب. هذه قضية مهمة جدا في فهم الأمر. من هنا فهم البعض أن الحديث ليس فيه دلالة على المنع من زيارة مدائن صالح. لماذا ليس المنع؟ لأن هؤلاء الشراح المتأخرين، يعني بعض العلماء المتأخرين، وهم إن كانوا قلة، لكن الحق أن البحث العلمي يؤيد قولهم، نظروا قبل أن ينظروا في الحديث، استصحبوا الآيات القرآنية، وهذه أبلغ طريقة في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن هو الأصل، ولا يمكن للسنة المطهرة الصحيحة أن تخالف القرآن. فالقرآن والسنة كلاهما وحي من الله، تركت فيكم، قال، كتاب الله وسنتي، فكلاهما متمم للآخر، لا تفرق بينهما. فمن يحمل المشكاتين ليس كمن يحمل مشكاتا واحدة.